السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم رح أحكي لكم عن الـ URL. شو معنات هذا الـ URL؟ للناس اللي ما بتعرف شو معنات الـ URL، هذا الـ URL أنت بتكون رابط للقناة تبعك خصوصي. كيف يعني بتكون رابط خصوصي للقناة تبعك؟ يعني مثلا بتصير الناس بتحط الرابط انت اللي هتحطه هلا الـ URL وبيلاقوا قناتك بكل سهولة عن طريق هذا الرابط الخاص بقناتك، تمام؟ هذا الـ URL بنطلب بكتير شغلات، بنطلب بالفيسبوك، بنطلب بالجوجل ادسنس، بنطلب بكتير امور، بيقولك انه بده يكون عندك الـ URL. فانا بدي ساوي هذا الرابط، كيف بدي ساوي؟ هلا رح ساوي انا وياكم وورجيكم شو الطريقة يلي بيصير فيها الـ URL، تمام؟ يلا خلينا نبلش. قبل ما نبلش، اللي عم يشوف فيديو جديد رجاءا ثم رجاءا اشتركوا بالقناة واعملوا لايك وشاركوا الفيديو وفوتوا لعندي على القناة، في عندي كثير شغلات ممكن تفيدكم ان شاء الله بكل شيء، تمام؟ يلا خلينا نبلش. اول شغلة لازم نساويها، لازم نفوت على جوجل كروم. هذا هو الجوجل كروم، هنفوت عليه. طبعا هي قناتي انا فاتحها صفحة، بس انا لا رح اورجيكم من الصفر، من البداية، تمام؟ بفتح هيك انا على جوجل كروم، بس افتح هيك بيطلع عندي هي الصفحه اللي موجوده هون. بنكبس على كلمه اليوتيوب، شايفينها هي الكلمه، بنكبس عليها الصفحه الرئيسيه اليوتيوب، بنكبس عليها وبيفتح لنا هيك. بس يفتح لنا هيك نحن شو بنساوي؟ لا تنسوا انه نكبس الثلاث نقط هذول الموجودين عندنا هون، قلت لكم هون، وننزل نعمل الحاله تبع ديسكتوب، تبع اللي هو سطح المكتب، يعني انه يصير مثل الكمبيوتر، تمام؟ عملناها هيك هلا، بس عملناها هيك مثل ما كن شايفين فتح لي هي الصفحة اللي هي الرئيسية، تمام؟ هلا لازم اكبس على الإشارة تبع القناة تبعي اللي موجودة هون، تمام؟ اكبس عليها وبقول له انه فوت على قناتك، على قناتي، هي فوت على القناة، يفتح لي هي الصفحة، تمام؟ بس يفتح لي الصفحة، هي الصفحة تبع القناة تبعي اللي موجودة عندي أنا، تمام؟ هلأ بعد هاي الخطوة لازم شو نعمل؟ لازم نعمل له هون تخصيص القناة، نكبس على تخصيص القناة، نستنى عليه شوي ليفتح. فتح عندي هي الصفحة، تمام؟ بس فتح عندي هي الصفحة شو بكبس له؟ بكبس له على المعلومات الأساسية، تمام؟ معلومات الأساسية. هلا أنا هون شو صار عندي؟ هذا مثل ما كنتم شايفين هون الـ URL القديم، هذا عنوان الـ URL القديم الخاص بالقناة عندي، تمام؟ بس أنا ما بدي هذا العنوان، بدي عنوان أنا ساوي مثلا على كيفي، تمام؟ شو بساوي؟ هلا أنا هون ضفته عندي، أنا ضايف عندي عنوان جديد URL سويته، تمام؟ شايفين مطرح ممكن فيه كلمة حذف. هلا قبل ما يكون فيه هي الكلمة تبع كلمة حذف، بتلاقوا موجود عندكم هي الكلمة، شايفين هي الكلمة مكتوب ضبط عنوان URL مخصص لقناتك. هون انت وتكبس عليها بتعمل عنوان جديد لقناة، تمام؟ بتكبسوا عليها، بس تكبسوا عليها لهي عنوان URL بيقوم هو فورا بيعطيكم خيار باسم قناتكم، يعني مثل ما كنتم شايفين عندي انا هون، شوفوا شو حاط لي هون، انا وتكبست له اياها قام اعطاني هو هذا الخيار، وتعطاني هذا الخيار هو قام شو قال لي؟ قال لي هذا الخيار تبع الـ URL الجديد تبعك اذا بتحب تختاره، تمام؟ انا اخترته هذا، شو سويت؟ ضفت عليه رقم 86، تمام؟ ضفت عليه رقم 86. بعدين قلت له رح اورجيكم الصوره انا شو كيف اعطاني، ححط لكم صوره اورجيكم اياها مشان تعرفوا بالضبط شو عم يعطيكم خطوة بخطوة، تمام؟ شايفين هاي الصورة اللي عطاني، عطاني هاي الصورة، شوفوا شو كاتب لي هون، كاتب لي هون يمكنك إضافة أحرف أو أرقام إضافية ليكون عنوان URL المخصص لقناتك فريدا، تمام؟ أنا ضفت له هون رقم 86، عم شوفوا شو عطاني هون، عطاني إشارة صح بالأخضر. شو معنات هاي إشارة الصح بالأخضر؟ معنات هي الإشارة تبع الصح بالأخضر إنه هذا الرقم، هذا الاسم تبع اللي اخترته أنت ما حدا عنده إياه وما له موجود بأي مكان، فبإمكانك إنك أنت تختاره، تمام؟ إذا أنت مثلاً حط لك مثل هذا الاسم، لنفترض اسم قناتك
عالم الطبخ، تمام، قناة عالم الطبخ. بتطلع انت هيك على الرابط، بيحط لك الرابط، كاتب لك هون عواد قناة منوعات، قناة منوعات تعليمية، بتلاقي كاتب لك عالم الطبخ، تمام. بيقول لك انت اذا حابب تضيف مثلا عليه شيء، بتضيف انت رقم اللي بدك اياه، او بتضيف الحرف الاحرف اللي بدك اياها مثلا، تمام. اذا اعطاك اشارة صح هون، معناتها هذا الرابط بامكانك انت تستخدمه تستعمله. اما اذا اعطاك اشارة حمراء، معناتها انت ما بتحسن تستخدمه لهذا الرابط، تمام. فهي الشغلة لازم تنتبهوا لها. هلا بس انت تختار الرابط اللي بدك اياه وتزبطه. شايفين كلمة هي اللي فوق مكتوب كلمة نشر، تمام. تكبس على كلمة النشر. بعد ما تكبس على كلمة النشر، هلا بس لنعطيه كلمة نشر، شوفوا شو بيعطينا. هلا هو هون بعد ما نكبس له على كلمة النشر بيعطينا هاي الرسالة: تأكيد عنوان URL، تمام. لا يمكنك التغيير العنوان URL مخصص او نقله الى قناة اخرى بعد ضبطه. يعني بس تختاره انت لهذا وتأكده، خلاص هذا صار عندك، ما فيك ترجع تتغيره، تمام. فبيعطيك هي الرسالة، بتقول له انت تأكيد، تمام. بس تقول له تأكيد، بقوم بيرجعك هو على هي الصفحة الرئيسية، تمام. شايفين هي الصفحة الرئيسية، بيرجعك عليها ويقول لك انه خلاص هلا صار عندك اللي هو العنوان URL، تمام. هيك بنكون نحن هلا عملنا URL ومشي الحال وصارت الامور تمام ان شاء الله، تمام اخواتي. هلا هيك ان شاء الله بيكون جهز عنا هذا اللي هو العنوان URL. ما عليكم بقى الا تستخدموه لاي موقع بيطلبه منكم. هيك صار جاهز ان شاء الله واموركم بخير. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، بتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الشرح، وبتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن، وتنشهر القناة وتنعرف أكثر وأكثر إن شاء الله. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.